دائما الى جانبنا والى جانب وطالبنا وحقوقنا العادله والمشروع. ربما سيجي لعقد هذه الندوه في هذه الامسيه المباركه في هذا اليوم لتعبير عن تذمر سيدة السادة العدو الصعيد الوطني من مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية سنة 2023. أعتقد أنكم جميعا تعلمون مقتضيات هذه المادة والحيف الذي جاء فيها والتمييز الذي طال من التوثيق العلمي وعطى هذا الحق للجهتين أخرى. السيدة السادة العدول وكذلك الموثقين هم من ينجزون العقد الرسمي، هذا الشيء معروف في مجموعة القوانين، لأن آخرها هو المادة 4 من قانون المدونات الحقوق العينية. نحن في دولة الحق والقانون، وفي دولة الإنصاف، وفي دولة المساواة، وفي دولة التكافؤ الفرص، وفي دولة محمد السادس العدل الأول نصره الله وإياه. إذن لا نرضى أن نظلم في دولة الحق والقانون وفي دولة محمد السادس نصره الله. نحن لا نطالب إلا بمطالب مشروعة وعادلة. السيدة السادة العدول يقدمون خدمات منذ دخل الإسلام إلى المغرب إلى الآن، وخدماتهم لا ينكرها أحد. نحن كذلك نرفض ولا نرضى بعدم احترام إرادة المواطن وحرية التقدم وحرية التعب. سلا أطيل عليكم، أجدد شكري لكم جميعا، ونحن في انتظار واستقبال أسئلتكم وبرفقتي السيد رئيس لجنة الشؤون العلمية والقانونية الأستاذ سليمان أكول، رئيس المجلس الجهوي لعدول تطوان، والسيد الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول الأستاذ بن سترانلي، رئيس المجلس الجهوي لعدول بلاد، والأستاذ سعيد صروخ النائب الأول للسيد رئيس المجلس الجهوي لعدول طنجة. فنرحب بأسئلتكم ونحن على إشارتكم في صباح أي شيء يتعلق ب دورك. على السؤال الأول ديالك، أولا في حالة عدم استجابة الحكومة للمطلب ديالنا أو للمطالب المشروع ديالنا، وأنا بعذر بالله كأن إحنا كاين تجاوب كبير مع الناس البرلمانيين والفرق البرلمانية حاليا، في حالة عدم لقينا تجاوب ديال الحكومة أو لا، نفذات الحكومة قلبته كما يقال، فسنلتجئ للمحكمة الدستورية وفي حالة استعجال القصور. نرحب بدورنا بوسائل الإعلام ونشكر السيد الرئيس الوطني على الكلام ديالو. فيما يتعلق بالخطة النظامية، أعتقد السؤال المتعلق بالخطة النظامية، أعتقد أن البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي كان واضحا وصريحا وبلغة عربية، وأعلن بشكل واضح الخطوات النظامية التي سيقدم عليها عدول المملكة المغربية من طنجة إلى الجويرة. بداية خضنا الإضراب، التوقف عن العمل، ثم الآن كانت هناك وقفتين، وقفة أمام وزارة الاقتصاد والمالية التي منعت، ولكن رغم ذلك قام السادة وسيدة العدول باستغلال يعني الحضور، ورفعت شعارات قوية جدا ضد المشرع المالي، لا أقول وزارة الاقتصاد والمالية، إنما أقول المشرع المالي، لأنه الخاطب المشرع صانع النص التشريعي الظالم الذي خلق نوعا من التمييز بين مهنة العدول، المهنة العارضة، المهنة التي واكبت المغاربة في حقوقهم ومعاملاتهم
منذ يعني تنتمد أن دخل الإسلام إلى المملكة العربية الشقيقة، يعني قبل أن يأتي المهني الآخر يعني الذي منح له اختصاص التوثيق. إذا قلت أنه الخطط النضالية هناك التوقف عن العمل يعني الإضراب، هناك وقفة احتجاجية، وهناك الانفصام. إذا لم يستجب المشرع المالي لتعديل هذه المادة وفق المقترح الذي اقترحته الهيئة الوطنية للعدول، وهذا المقترح كان منسجما مع مختلف أو مع النظام القانوني العام الذي يؤطر نظام التوثيق والنظام العقاري، وأكثر من هذا منسجم وملائم للأحكام الدستورية التي تعتبر المبادئ الأسمى التي ينبغي أن يعني أن تستجيب لها كل القوانين الأدنى بالمملكة المغربية. قلت هناك الإضراب، هناك الوقفات، هناك الاعتصام. ثم المسألة الثانية، في حالة ما إذا تعنت المشرع المالي وصادق البرلمان والمؤسسة التشريعية على هذه المادة المعيبة على الصيغة التي اقترحها المشرع المالي، فأنذاك الهيئة الوطنية للعدول ستلتجئ إلى المحكمة الدستورية، هي التي ستقوم بالإطاحة بهذه المادة وستلقن درسا قويا للمشرع المالي، وأنذاك هذا الدرس سيكون مؤسسا على درس الهيئة الوطنية للعدول، بمعنى أن الهيئة الوطنية للعدول هي التي لقنت درسا للمشرع المالي. لماذا؟ لأن هذا المشرع بيّن أنه لا يفقه في صناعة التشريع، لا يعقل أن نصنع بندا أو نصا قانونيا مخالفا في الأصل للقوانين نظام القانوني السائد في البلاد، وفي نفس الوقت مخالف للمبادئ الدستورية. إذن الخطة النضالية واضحة. وفقا على ما تفضل به السيد الرئيس الوطني والسيد الرئيس اليوم أود برجالة أن أذكر أن الهيئة الوطنية لديها يقين تام أن نواب الأمة التقطوا الإشارة في أنهم هم مسؤولون في دراسة مشاريع القوانين المطروحة عليهم وتحديدها والتصويت عليها، وبالتالي هم يتحملون مسؤولية التشريع ومسؤولية المراقبة. إذا كان الوصي على القطاع المالي ارتكب مثل هذا الانحراف على القواعد الدستورية وعلى القواعد أيضا القانونية المنظمة لتوثيق العقار في المادة 8، فنحن على يقين أن لدى نواب الأمة الضمير واليقظة والحس لتصحيح هذا الخلل، ونراهن بشكل كبير على البرلمان أن ينهي هذا المنعطف الذي كنا نتمنى أن لا نصل إليه، لأننا فعلا نريد للنصوص القانونية أن تكون النصوص مشبعة بالقواعد الدستورية، مشبعة بالضمانات الدستورية، مشبعة أيضا بروح المقاربة التشاركية التي تعتبر من أهم مقتضيات الحكامة، والتي ترفع المقاربة التشاركية كأساس في صناعة المادة القانونية وفي الدش العام. ثم وهذا مهم جدا هو أن يكون القانون في درجة الجودة التي لا يضمنها سوى التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية في النص القانوني في الصياغة، ثم إشراك الفاعلين والمتدخلين، ثم ثالثا مراعاة المصلحة الوطنية أساسا بعيدا عن الفئوية وبعيدا عن كل الريح الشرعي. ولذلك أؤكد ما قاله السيد رئيس الهيئة وأؤكد ما قاله السيد رئيس لجنة الشؤون العلمية والقانونية أن السنة الحدود لن يقبلوا أن تغتصب مهنتهم ولا أن تختطف اختصاصاتهم تحت أي مبرر وفي أي استقلال، سواء كان القانون المالي أو غيره. شكرا لكم سيدي.
عجبتني هذه الماده اللي قلتي من هو الغول الذي كان وراء صياغه هذه الماده. اعتقد هذا الغول علم عند الله ما عرفتش شنو هو. الوزاره الوصيه اخبركم اخي اننا رفعنا لها التظلم ديالنا ورفعنا التظلم ديالنا من هذا الشيء اللي وقع حتى السيد رئيس الحكومه المحترم، وطلبنا لقاء ديال السيده وزيره الماليه السيده وزيره الاقتصاد والماليه، وطلبنا لقاء كذلك حتى ديال السيد وزير الميزانيه لدى السيده وزيره الاقتصاد والماليه، لكن لحد الان لم يصلنا جواب على طلبنا ولا زلنا ننتظر. له اختصاص وصلاحيه في اعداد المشروع المتعلق بالقانون المالي السنوي، ثم ان وزاره العدل لها صلاحيه اعداد المشاريع المتعلقه بالقوانين المنظمه للمهن، فمثلا القانون المنظم لمهنه التوثيق العدلي او مهنه العدول حسب الصيغه الحاليه في المشروع الحالي. هناك نلمس ونسجل تدخلا للمشرع المالي في اختصاص المشرع يعني وزاره العدل. لماذا؟ لان القانون المؤطر للمهنه يعطي الصلاحيه والولايه العامه في التوثيق للعدول، بينما ياتي المشرع المالي الذي مجاله ليس هو تحديد اختصاصات المهن، انما يتحدث او مجاله هو الكلام وعن المسائل الماليه المحضه، فيعني تدخل في القانون الخاص المؤطر للمهنه. اذا هنا كان يعني بشكل تلقائي على وزاره العدل ان تدخل في نقاش مع وزاره الماليه. اما الهيئه الوطنيه للعدول لها قانون يؤطر المهنه، وهذا القانون اعطى الاختصاص الولائي العام للعدول في توثيق كل المعاملات العقاريه بدون قيد، وياتي المشرع المالي ويضع قيود. وهنا نتساءل عن مدى دستوريه هذا النص الذي جاء في مشروع قانون المالي لسنه 2023، ونؤكد على ان السياسه التوثيقيه للقانون المالي السنوي يذهب او ذهب منذ وقت مبكر الى تكريس سياسه ريعيه تمييزيه اقصائيه لهذه المهنه، مع العلم ان العدول هم لهم السبق التاريخي في البلاد، هم الذين وثقوا كما قلنا سابقا للمعاملات العقاريه المغاربه. فعندما جاء قانون الالتزامات بالعقود المغربي سنه 1913 وجاء واخرج المعاملات العقاريه من مبدا الرضائيه الى مبدا الشكليه، يعني كان العدول هم الذين يوثقوا هذه المعاملات من بيوعات عقاريه من رهون رسميه ورهون حيازيه وتبرعات، كل العقود. في حين في هذا الوقت كان الموثق ليس موجودا في المغرب، الموثق جاء سنه 1925. اذا كيف ان نفهم هذا التوجه التشريعي للمشرع المالي؟ اذا كان على المشرع المالي ما دام يذهب في هذا الاتجاه اقصاء مهنه على مهنه، كان عليه الاولى ان يعطي الاختصاص للعدول وليس للفئة الأخرى في توثيق هذه المعاملة. وإن كنا نحن في الهيئة الوطنية للعدول لا نروم إقصاء أحد، إنما نقترح أن يتم توثيق هذا السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة بموجب محرر رسمي، وهذا فيه ضمانة يعني للحفاظ على حقوق العدول والمهنيين الآخرين. نحن كمكتب تنفيذي نتكلم بالاسماء باسم جميع السيده والساده العدول، سوف لن نبخس اوقاتنا، ما نبخسوهاش، وغادي نجاهدوا ونناضلوا من اجل تعديل هذه الماده كيفما كان الحال. وشكرا. لاول مره ستسمعون هذا الكلام، ان الموثق المدني في المغرب الى حدود 2012 كان يعمل بالقانون الفرنسي، اول مره يعمل بالقانون المغربي القانون 2012. واكثر من هذا ان الموثق المدني كان بمجرد ما يعين تعطى له الجنسيه الفرنسيه وهو في المغرب، وهذه خطيره في البعد ديالها، لذلك ان الفرنسي يعمل في المغرب، ولذلك نرى
بعض المرات عمكم شفتوا شي اشاعه ديال الرقم ديال هذاك كل اسبوع انتم كطلعونا والجرائد على السرقات بالملايير من فين كتمشي هذا غادي نحبس هنا ثانيا الحمد لله وشرف للمهنه ان هناك عدولا يسمون بعدول القصر الملكي هناك عدول خاص بالقصر الملكي يكتبون ويوثقون للقصر الملكي هل سمعتم بجهه اخرى لها هذا الاختصاص هذا جاء المرأة العدل المرأة العدل ربما قد السؤال هو اين تواجد المرأة مثلا في الهياكل والمجالس الجهويه وكذا في المكاتب كتسير داخل هذا هو السؤال ربما اللي كتشوف المرأة العدل القانون المنظم للمهنة كاين واحد المادة تدخل بها انه باش الانسان يدخل يترشح للمجلس الجهوي كعضو تكون عنده 5 سنين ديال الاسبقيه ديال الممارسه العمليه باش يطلع الهيئه الوطنيه هناك شروط اخرى اذا الان المراه العام لم تمر عليها بعد 3 سنوات نتمنى في المشروع الجديد والقانون الجديد ان نحذف هذه الماده ونحن اهلا وسهلا ما رحبنا بولوجها الا لكوننا نؤمن بانها ينبغي ان تكون مساهمه في القرارات وفي التسيير وفي تدبير الشأن المهني ما عندناش اشكال واكثر من هذا المجالس الجهويه عملت كل ما في وسعها بحيث انها ادخلت وفتحت لها الباب في اللجان داخل المجالس هناك لجان بل هناك من احدث لجنه خامسه سماها بلجنه المراه داخل المجالس فالمراه متواجده في اللجان لجان الشؤون المهنيه لجان الشؤون العلميه لجان التواصل الى اخره ثم المرأة الآن تحضر معنا في كل الندوات التي نحضرها مع الجهة الأخرى وتعطى لها الكلمة باسم المرأة العدل نوفر لها جميع الإمكانيات الممكنة لتعطي وتدي برأيها في المناطق الإعلامية في الدورة الشتوية لتكون وتتكون وفي في 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 التوجيه وفي التسيير وفي مجموعة من المحطات العلمية دائما المرأة حاضرة الدفاع عن المهنه الدفاع عن المهنه تتبع العدل نحن الان ندافع عنها واقول هذا ليس باعتبارنا مهنيين او بصفتنا مهنيين ولكن ندافع عنها باعتبار المهنه انها ارث تاريخي لنا ولكل المغاربه المهنه تتبع العدل تعتبر من الهويه الوطنيه للمغاربه مهنه تتبع العدل جزء من ثقافه المغرب نريد منكم أنتم أيضا أن تساهموا معنا وتسهموا معنا في الدفاع عن المهنة لأن مهنة المغاربة أجمع إذا قررت المهنة ستكون انعكاسات أخرى على المجتمع لأن مثلا أن نعطي توثيقا خاصا لجهة معينة هذا يعني بأن مبدأ المنافسة الذي هو من صلاح المواطن شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بكم.